قوة صحيح. عظمى في العالم وهي الولايات صحيح. المتحدة عندما أعلنت المملكة رفضها الكامل لنقل السفارة الأمريكية للقدس. نشاهد في هذه اللحظات الصورة التذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وقادة الدول العربية الذين يشاركون في القمة العربية 30 والتي ستبدأ بعد قليل إن شاء الله في العاصمة التونسية تونس بضيافة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس دولة فلسطين محمود عباس الرئيس اللبناني عدد كبير جدا من القادة الذين توافدوا إلى العاصمة التونسية وهذا ما يعطي أملا إلى حد كبير إن شاء الله بأن هذا الحضور الكبير للقادة العرب سوف يكون استثنائيا أيضا في القرارات التي سوف تخرج بها هذه القادة.